سيب ونسيب. بالظبط يا مينا، هو بيلعب على قوة تحملنا واحنا برضو بنلعبه نفس اللعبة، وهنشوف مين اللي هينخ الاول. وعهد الله ما يحصل يا فندم، احنا عبرنا شرق القناة وخلاص خلصت، محدش راجع الغرب تاني. دي تبقى عيبة في حق زملائنا الشهداء يا فندم. ولاد الكلب دول طالما عرفوا انهم مش هيقدروا ينتصروا علينا في الحرب هيحاولوا يعملوا منظر قدام العالم بعد البهدلة اللي اتبهدلوها مننا، فبيحاولوا يعملوا اي حاجة ولو على حساب جيشهم عشان يطلعوا باي مكاسب. يا ولاد الجنية طمني يا شاويش، الموقف عندك ايه؟ محتاج ذخيرة زيادة؟ لا يا فندم، الذخيرة كفاية والخير كتير والحمد لله. طب والتعيينات؟ زي الاوامر، زمزمية المية للفرد في اليوم، يتوضى او يشرب او يعمل بيها شاي، وعندنا تعيين القتال للفرد بقى بيتقسم علينا احنا 3 في اليوم. طيب عفارم عليكم، علشان تبقوا عارفين محدش عارف الحصار ده هيخلص امتى وازاي، نكون جاهزين لاي اوامر جديدة للقتال والتقدم في اي وقت. طب ما ينفعش نعمل عملية فدائية ونخطف البتاع اللي بيشوه ده يا فندم؟ ايوه اسمعني يا مصري، انت عسكري غلبان وجعان، ارجع اهل امك ومراتك واختك، محدش هيحميهم مننا لما نخش القاهرة، هنخليهم لما نخش وانت قاعد هنا تسمع كلام السداد اللي وداكم في داهية. ارجع يا مصري وقول واحمي اهلك في اسكندرية والصعيد، اسمع كلام يا مصري، احنا اصدقائكم، اسرائيل دولة تريد السلام، ارجع احمي عائلتك، القائد بتاعك قاعد في الخيمة بياكل ويشرب وزي ما كنا تجوع واحنا بناكل لحم نشوي، يلا يا مصري ارمي السلاح وارجع بيتك يا مصري. هو الواد ده مش بيهمد؟ والله يا فندم الرجالة ساكتة بس عشان حضرتك وسطنا. ليه كده؟ هو انتوا بتردوا عليهم؟ طبعا يا فندم، هو احنا نسكت لهم؟ ده انا جنبكم بنص كيلو مش سامع ردكم يعني. ما احنا مش بنرد بالصوت بس، ما ينفعش نقول لحضرتك بنرد ازاي لحسن نتحاكم. لا لا ولا يهمك، ردوا عليهم زي ما انتوا عايزين، بس على كده بيسكت لما تردوا عليه؟ لا ده عامل زي الراديو، لازم البطاريات تخلص عشان يسكت. عيل ومسكوه ميكروفون عمال يقرف فينا عمال على بطال، لولا تعليمات ضبط النفس كنت جبت ودانه التنين من زمان. انت قلبت صعقة ولا يا مينا؟ على فكرة لازم تكونوا عارفين ان كلامهم ده هدفه انه يكسركم ويخليكم تكرهوا الحرب عشان تعيشوا، احنا جيش بنحب الشهادة اكتر ما هو بيحب الحياة، ما تصدقوش الكلام بتاعهم ده. يا فندم نصدق الهبل ده ونكذب عيوننا؟ ما امبارح قائد اللي هو كان معانا في الكتيبة جايب ترفيه واكل من اكلنا وكميات اقل كمان، واخد منه سجارة. الحمد لله انكم شايفين كل حاجة،